بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن إرسال المنشورات إلى صفحات الفيسبوك من خلال أكواد البايثون والجراف API بكتابة الكود التالي import requests. في الأمر اللي بعده بنفتح متغير اسمه response يساوي requests dot أستخدم الميثود post وسأعود إلى هذا الأمر لاحقا وبكتب هنا print أطبع response.json في تنسيق json. بعد كده بتجه إلى صفحتي على الفيسبوك واتجه هنا إلى التبويب الخاص بالبيجز. أجد هنا صفحتين على الفيسبوك، صفحة اسمها Pythonist وصفحة اسمها Python Lessons. لو لم يكن لديك أي صفحة على الفيسبوك يمكنك إنشاء صفحة جديدة من هنا خاصة بك لكي تطبق عليها أوامر اليوم على أكواد بايثون. فبتضغط على Create a New Page ومن خلال خطوات بسيطة بتقوم بإنشاء صفحتك على الفيسبوك. أنا هنشر إن شاء الله النهاردة بوستات على البايثون ليسونز، فأختار هنا البايثون ليسونز وأجد هذه الصفحة. فيجب أن أنا أحصل على الكود الخاص بهذه الصفحة أو الأيدي الخاصة بهذه الصفحة، فبضغط هنا على التاب الخاص بمور وأجد هنا تاب أباوت عن الصفحة. بنزل هنا ألاقي البيج اي دي الكود الخاص بالصفحة، ده اللي يهمني الكود الخاص بالصفحة اللي أنا هشتغل عليه الوقت. بعد كده بضغط على نيو تاب في المستعرض وبكتب اليو ار ال التالف developers.facebook.com. بدخل على هذا الرابط، هنا بضغط على ماي اب، اختار كرييت اب انشاء تطبيق، اختار هنا بزنس، نيكست، اكتب هنا اسم التطبيق وليكن هسميه مثلا ماي اب واضغط كرييت. هيطلب بعد كده تأكيد الباسورد فبكتب هنا الباسورد، طبعا دي كلمة المرور الخاصة بحسابك على الفيسبوك. نضغط سبميت، بيقوم عمل كرييتنج الابليكيشنز، بيديني الاي دي الخاصة بالابليكيشن اللي انا شغال فيه. تضغط على تولز، تختار هنا جراف اي بي اي اكسبلورر، بتضغط كليك يمين اوبن ان نيو تاب، بيفتح لك هنا الجراف اي بي اي. كده فتح لي الجراف اي بي اي اللي انا هستخدمه الان. بنرجع تاني هنا، بنرجع تاني ونختار دوكيومنتس وبنختار هنا بابليش كونتنت بيج على نفس الصفحة. بدينا هنا اسلوب كيفية انشر على صفحة على الفيسبوك، وارجع تاني الجراف اي بي اي، اجي هنا الاقي كاتب لي اسم التطبيق. طبعا انا هربط اسم التطبيق ده في صفحتي، فبضغط هنا get token واختار get page access token، بيقوم بربط الابليكيشن بحسابي الفيسبوك، فاختار هنا continue. بديني هنا الصفحات اللي انا هقوم بالربط عليها اللي هي صفحة Python Lessons ودي الاي دي الخاصة بها، اكون حريص ان انا عارف الاي دي اللي انا هستخدمه هنا. ممكن اربطها بالصفحة التانية كذلك بالمرة، فبختار التشيك على اثنين، فبكتفي بالصفحة الأولى مبدئيا، اكتفي بها وأكون فاكر إن ده الأي دي اللي أنا هستخدمه في الأبلكيشن اللي أنا هعمله دلوقتي، فبختار كوبي وأختار هنا نيكست التالي. بيقول لي كده أنت هتاخد اثنين بيرميشن، اللي هو التصريح الأول read content to post on the page show a list of the pages you manage، اختار دان، أوكي. هنا قام بتوليد الأكسس توكن مبدئيا. واجد هنا يوزر اكسس توكن، اغير هنا يوزر اكسس توكن واختار هنا البي جي اكسس توكن هنا، وبعدين اضيف لها كمان بيرميشن لان هنا اظهر اثنين بيرميشن، اختار كمان بيرميشن من هنا، اضغط على اوبشنز سيلكتد واختار هنا بيج ميج بوستس، اجدها باللون الاخضر معناها انا دخلت هذا البيرميشن، بس محتاج انك تغير الرموز تاني، فاضغط جنريت اكسس توكن مرة تانية، اختار هنا continue واختار next. قال لي انت كده لديك ثلاثة permission، ده البرميشن الاول، البرميشن الثاني، ده البرميشن الثالث، واختار done. اوكي كده عمل لي access token جديد. اتأكد ان هنا ليست user token، بغير دي تاني واختار هنا python lessons، وعمل كده لي access token الجديد. برجع تاني لصفحة الدليل اللي هو publish content
وباخد النص اللي انا على اساسه هستخدمه في اكواد بايثون لكي انشر من خلاله. فباخد ده كله كده زي ما انتم شايفين، واختار هنا كوبي، انسخ الجزء ده واتجه لبايثون شارم اديتور، واتجه للميثود بوست، عامل كنترول مع الفي، عامل لصق بالكود على ثلاث اسطر، فبجعله على سطر واحد هنا كده فيد، وبعدها الكوتشن مارك مسج، وبعدين كتب لي هنا الرساله، بضغط هنا ديليت، اجعل كده الكود على سطر واحد، واجد السطر كالاتي https، وهنا الجراف دوت فيسبوك دوت كوم، وهنا طالب لي البي جي اي دي. هدخل حاجتين، هدخل هنا البي جي اي دي، وسادخل هنا الاكسس توكن. لنذهب الاول الى الاكسس توكن. الاكسس توكن هنا بجيبه من الجراف اي بي اي اكسبلورر، واتاكد ان دي ماي ابلكيشن وده هو البايثون ليسون، واضغط على هذه الايقونه كوبي توكن، واحضر هنا في البايثون شارم اديتور، واحذف الجزء ده الاخير ده اللي بين كيرلي براسز والكيرلي براسز كمان معاها، ونضغط ديليت وكنترول مع الفي، هنا بيتم لصق الاكسس توكن الجديد، بيلصقه هنا بعد اند اكسس توكن. اما هنا اترك النص الرساله، لو عايز تغيره غيره، اللي هو قبل اند هذا الجزء نص الرساله، فاكتب مثلا هنا this is my first مثلا page post، ده نص البوست اللي انا سوف ارسله. بعدين طالب البيج اي دي اللي هو الاي دي الخاصه بالصفحه، فبرجع تاني هنا لصفحتي وباخد البيج اي دي الجزء ده تحت البيج اي دي. بنرجع تاني للبايثون شارم اديتور وبنضع هنا البيج اي دي في هذا المكان وكنترول مع الفي. اصبح كده الكود معد بان انا ارسل البوست ده على البيج. اضغط كليك ران، هنا اداني الاي دي الخاصه بالصفحه واداني رقم البوست. طيب لو عايز اشوف البوست ده هل تم فعلا نشره، برجع تاني للصفحه عندي، اضغط هنا ريفرش، ابحث عن البوستس، الاقي هنا البوست هنا تم نشره في التاريخ اللي انا والوقت والساعة اللي انا قال لي هنا جاست ناو الان في التاريخ والوقت. لو انا عايز ارسل مثلا صورة، فباجي على الجزء اللي بعد فيه ده واكتب بدلا منه كلمة فوتوز. مسج دي اتركها واكتب هنا يو ار ال يساوي، و اخد مسافة كده، وعايز اضع رابط خاص بصورة، اذهب الى مثلا جوجل واحضر رابط خاص بصورة، مثلا اكتب هنا ابحث لي عن بايثون لانجوج مثلا، بختار الصورة دي، اقول هنا open new tab، افتحها في صفحة جديدة، فتح لي الصورة هنا في صفحة جديدة. باخد ال URL الخاص بها واعمل هنا copy لل URL الخاصة بها، وبرجع تاني للبايثون شارم اديتور وبضع هنا الرابط الخاص بالصورة. وانا بضع الرابط الخاص بالصورة انتبه ان انا وضع بعض ال URL وكنترول مع ال V. هنا وضع الرابط الخاص بالصورة، لازم بعدها الاقي مثلا هنا كلمة مسج، اضغط هنا اند من المفاتيح اند مسج، وممكن اكتب معاها مثلا صوره، بعد الصوره اضع لها نص مرافق لها في البوست، فبكتب مثلا this is my first post مثلا باكجر، صوره مع نص المره دي، يبقى هذه المره سارسل نص مع صوره. نضغط هنا run ونرى النتيجه. هنا اداني تحت البوست اي دي، ده الجزء الاول من البوست اي دي، ده البيج،
وبيضع هنا اندرسكور ثم البوست اي دي. لكي اتاكد ارجع تاني لصفحتي واعمل ريفرش هنا تاني. اجد هنا كتب لي النص This is my first page post picture ووضع لي الصورة معه. كذلك لو حبيت أرسل مثلا رابط مع الصورة، برجع هنا لو حبيت أن أنا أرسل رابط ممكن أن أنا أستخدم لينك. أرجع تاني في الجزء الخاص بالفيد، لو حبيت أن أنا أرسل هنا بكتب مثلا فيد وبحذف اليو ار ال ده وبستخدم هنا علامة استفهام تاني وكتب هنا المسج، هنا الفيد مسج وكتب لي this is my first مثلا بيج بوست بيكتشر، بحذفها واكتب مثلا this is my first lesson. ده أول درس ليا. كده رجعت تاني أكتب مسج رسالة، وبعدين عايز أدخل لينك فبكتب هنا and وبكتب هنا لينك يساوي، وأرجع أجيب لينك مثلا أضع لينك هنا مع اختار مثلا اللينك ده، وأرجع تاني للبايثون شارم إديتور وبضع اللينك هنا كنترول مع الفي، نضغط ران. هنا قال لي ده البوست اي دي الخاص باللينك اللي انت ارسلته حالا. يبقى انا عملت هنا ايه، هو نفس الرابط اللي انا استخدمته بس هنا جيت بعد الفيسبوك دوت كوم ووضعت هنا البيج اي دي وبعدين فيد وبعدين كوتشن مارك وبعدين مسج، واكتب هنا نص الرساله اللي انا هرسلها وبعدين هنا ده نص الرساله وبعدين هنا اند، ما ننساش نضع اند، وبعدين لينك نضع كلمة لينك يساوي، ونكتب هنا اللينك اللي انا اضعه على البوست بتاعي ده هو اللينك، وبعد اللينك ما ننساش ان اند اضع اند وبعدين الاكسس توكن، وبضع بعد الاكسس توكن علامة يساوي وبعدين بحط بضع هنا الاكسس توكن اللي انا جبته من الجراف اي بي اي اكسبلورر، وارجع تاني لصفحتي على الفيسبوك هنا اعمل ريفريش واشوف هل هو نشر البوست اللي انا عملته النص مع اللينك ولا لا. الاقي هنا نشر هذا النص This is my first lesson ووضع لي اللينك هنا اللي هو اول درس. ودي مثلا الصفحة دي ممكن بعد كده ان انا من خلال اكواد بايثون هعمل استخدم ميثود اسمها get. ليه؟ علشان مثلا اعرف المنشور اللي انا عملته ده هل مثلا عليه تعليقات وكم تعليق ونصوص التعليقات المكتوبة. عايز اعرف محتوى هذه الصفحة رابطها رابط التعليق كل ما يتعلق بعمليات الاحصائية الخاصة بالصفحة سواء الصفحة او سواء البوستات اللي انا كتبتها، اعرف كيف تم التفاعل معها والتحكم من خلال البايثون كود والجراف اي بي اي. لكن هنا في حاجة احب اقولها، انا استخدمت هنا الجراف اي بي اي اكسبلورر في الحصول على الاكسس توكن. الاكسس توكن ده فولاتايل متطاير، بمعنى ان هنا في خلال ساعات هيختفي ويتغير، وبالتالي يجب عليك ان تعمل على استدامة هذا الرابط. كيف؟ بعمل هنا نسخ كوبي توكن وبذهب هنا للتولز وبستخدم اكسس توكن ديباجر، والاقي هنا الجزء ده اضع هنا كليك يمين واضغط بيست، اضع الاكسس توكن اللي انا حصلت عليه اللي هو الاكسس توكن المتطاير يعني اللي بيختفي بسرعه، واعمل هنا ديباج. بلاقي هنا قال لي انت واخد السكوب عندك دي اللي هي البيرميشنز، واختار هنا اكستند اكسس توكن يعني اعمل مد لي لفتره الصلاحيه لهذا الاكسس توكن. اداني هنا رابط باللون الاخضر قال لي انا عملت لك مد لصلاحيه هذا الاكسس توكن حتى 16 فبراير 2022. بعمل نسخ للاكسس توكن الجديد ده كوبي، وده اللي اقدر استخدمه بقى في اكواد بايثون ان انا ارسل اكسس توكن جديد. باجي على الاكسس توكن القديم ده بقوم بحذفه
وبضع هنا كنترول مع الفي الاكسس توكن الجديد، وبالطريقه دي اقدر استخدمه حتى يوم 16 فبراير 2022. ده ليه؟ عشان يمد الصلاحيه. ارجع تاني، انا ممكن بقى هنا استخدم جيت في الحصول على معلومات خاصه بده، وان شاء الله هوضح الميثود جيت في حلقات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.